وصلتني جنط ماركت جير موكس الأصلية لونين رصاصي وأسود، تفاصيلها وسعرها خليكم وياي. طبعا جير موكس أصلية مو كوبي أو فتشي، تجي هذه الجنطة صغيرونة هاي من نفتحها هيجي، تقدر تخلي كيبل تفاصيل يعني شغلات عندك، وتقدر تاخذها وحدها او وياها او تخليها جوا بالجنطه. الجنطه قياس 15.4 بيها باده وياها تجي مال جير ماكس، باده مال ماوس، والتبطين مالتها ان شاء الله يكون واضح بعض عشان تبطين كلش ما عليه شيء لابتوب ومبطنه يعني ثخينه. بيها جيب اضافي اللي هو هذا يصير بيه خانات تخلي بيه شغلاتك يعني مثلا ماوس اقلام فشي تفاصيل ممكن تفيدك. بالنسبه شلون طريقه الحمل مالتها هي من هنا هذه القهوه طلع هذه تنشال هيك يدويا. جير ماكس اصليه مثل ما تلاحظون، هذه هي جير ماكس الاصليه، جت اللون الرصاصي واللون الاسود نفس التفاصيل نفس التبطين نفس الشغل. هاي طبعا هي هيجي وصله حاطيها ورقه العفو، وهاي البادل وياها تجي لون الاسود والرصاصي، سعرها 29000 15.4 القياس مالته. عندنا توصيل كافه انحاء الاعراق، للحجز او الاستفسار راسلوني على الواتساب تدلون. تحياتي لكم، انا اخوكم حسين اتشاندتش.